صباح الخيرات، صباح البهجة، صباح التفاؤل. خليك إيجابي، كلمة دايما بنسمعها في ظل الظروف الراهنة اللي البلاد بتمر بيها في انتشار الأوبئة والأمراض. كل ما نمر بصعوبات بنقول لنفسنا، هو احنا يا ترى هنعدي الصعوبات دي؟ هو احنا لسه هنعيش؟ الأزمة دي هتمر بسلام وعلى خير؟ أقدر أقول لك آه هتمر. طول ما انت فيك نفس هتقدر تعدي. طول ما انت فيك نفس لازم يكون عندك إيمان وثقة بالله، لازم يكون عندك إيمان بنفسك وثقة في نفسك إن أنت هتقدر تعدي. ومن هنا أقدر أقولك نعم أستطيع. نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقال، نعم أستطيع أقوال وأفعال. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في تاني حلقة ليا ببرنامج نعم أستطيع، حلقة رقم 172. حلقة النهاردة بتدعو للبهجة والتفاؤل، وعشان كده لازم يكون معايا ضيفي النهاردة، لأنه أكتر ضيف هيفيدنا في البهجة جدا، ضيف مبهج. هو ضيف توليفه كتير، يعني عامل حاجات كتير قوي. ضيف مبهج، ضيف فنان شامل، ممثل ومطرب وشاعر وملحن ومدير فرقه مونجينو للاستعراضات ومدير فرقه مسرح الناس اللي ان شاء الله هتخش بقوه. معايا احمد مونجينو. ازيك يا احمد؟ ازيك يا رحاب؟ منور. منوره والله، وصباح الفل على الناس كلها. صباح البهجه عليك والتفاؤل ان شاء الله. ان شاء الله. مونجينو، انا اول سؤال بس عايز اساله لك، ايه سر كلمه مونجينو وانت اصلا ما اسمكش مونجينو؟ انا شغال في السياحه طول عمري مع الطلاينة. فالطلاينة عندهم كل حاجه فيها او، يعني برونتو يعني كده يعني، فكان دايما انا المنقذ بتاع الموضوع، فكل ما يحصل حاجه فيها نقص في حاجه انا يعني كنت انترتينمنت مانجر هناك، اروح انا الاحقهم، فكنت المنجي بتاعهم يعني. فبقيت مونجينو، بقيت مونجي، بقيت لغايه ما ترجموها هم مونجينو، فبقيت كده على طول. بقيت احمد مونجينو. بقيت احمد مونجينو. احمد مونجينو، كلمني عن نفسك، ابتديت ازاي؟ انا ابتديت وانا صغير خالص، والدتي اللي كانت عندها باور انك توديني يعني حاجات الاطفال وانا صغير، اشتغلت في فيلم البطنيه وانا صغير، كنت طالع ابن محمود ياسين وانا عندي 4 سنين مثلا، بعد كده صرخه بريء مع الفنان انور اسماعيل الله يرحمه، وبعد كده بقى توالت الاعمال، بعد كده اشتغلت كان الله يرحمه الفنان الكبير ممدوح الليسي، كان رئيس قطاع الانتاج، فعمل فرقه لقطاع الانتاج لان ساعتها كان الاستعراضات كانت غاليه جدا، فقال لك احنا نعمل فرقه لينا احنا خاصه عشان الفوازير بتكلف كتير جدا. فعمل الفرقه دي وكنت انا محظوظ ان انا اكون فيها، ويعني تقدم ليها 1,000,000 خدوا منها 100، انا واحد من 100 دول الحمد لله، صفصفت لغايه 50. اللي كان بيدربنا كل الناس كبيره جدا، الدكتوره ماجده عز الله يرحمها، الدكتور جمال صالح في معهد الباليه، ودكتور محمد حسنين، والدكتور عصمت يحيى. يعني انت يا احمد ابتديت الاول كممثل، وبعد كده لحسن حظك ان تم انشاء فرقه استعراضيه، فانت اخترت من ضمن الناس اللي اشتركوا في الفرقه. بالظبط، ودخلت فيها والحمد لله توالت بقى الاعمال. بعد شغلت مع فرقه سمير صبري، الفنان الكبير سمير صبري، قعدت 6 سنين تقريبا معاه. فكان عندي ميزه كبيره جدا عند الاستاذ سمير، ان كان كل شهرين يجيب مصمم استعراضات، يجي يعني الاستاذ محمود رضا، الاستاذ عاطف عوض، الاستاذ علاء ابو ليلى، الاستاذ يا مجدي الزقازيقي، وخايف انسى حد، الناس كلهم قيمه وقامه طبعا. والاستعراض في مصر بقى حاجه مهمه جدا، لغايه ما شافني الاستاذ كامل ابو علي المنتج الكبير المعروف، ورشحني ان انا اكون مخرج للصوت والضوء بكره من الكره السياحيه عنده في الغردقه، وبقيت انا تقريبا عندي 18 سنه وانا مخرج لحوالي 18 سنه، حوالي 120 راقص وراقصه و60 خيال. كنا عاملين حاجه اسمها الفيه وليله، كان هو طبعا صاحب الفضل، وكنت اعرفه بواسطه فنان صديق لي اسمه احمد المنشاوي، عرفنا عليه، والراجل بصراحة تقريبا هو بقى فتح لي كل الأبواب، وأنا اشتغلت واجتهدت في مجال السياحي، وبقيت عامل مهرجانات كبيرة جدا في ألمانيا وفي بلجيكا وفي هولندا وفي دبي. مونجينو، انت يعني انت عمال بتحكي كلام عادي كده، بس ده انت عامل حاجة كتير قوي، انت عامل انجازات. لا والله انا شايف ان انت لسه فنان دسم فعلا، يعني اول حاجة كممثل،
بعد كده وبتتكلم على اسامي كبيره جدا، ضربت تحت ايد اسامي كتيره جدا يعني الحمد ممثل، لله. بعد كده دخلت في استعراضي، بعد كده بقيت مخرج، ومخرج تحت ايدك ناس كتيره جدا، وبعد كده دخلت الفرقه الاستعراضيه بتاعتك دي خاصه بيك صح؟ الفرقه دي الاستعراضيه خاصه فرقتي بيك، تعتبر يمكن اكبر فرقه في مصر حاليا دلوقتي الحمد بتروح لله. بيها مهرجانات في المانيا وبلجيكا زي ما انت قلت. انت عملت كل ده امتى؟ انت عندك كام سنه؟ انا 40 سنه. ما شاء الله. يعني قولي بقى انت يعني ازاي جات لك الافكار دي كلها؟ يعني انت يعني فنان دسم جدا. الموضوع كله ان انت دايما عايزه تجددي في كل حاجه. احنا كمان ينقصنا، احنا لسه ما عندناش حاجه خالص، احنا في المجال الاستعراضي احنا بره بنبقى سفره لمصر. صح يعني الراقص عارفه بتاع التنوره ده مثلا هنا ممكن ناس تستقل بيه، خالص بره ده مصر حاجة سفير. رائعة. يعني احنا بره بيسموها رقصه عزه النفس، تخيلي. بالظبط. فرقص التنوره ده حاجه كبيره قوي بره. هنا بقى انا قلت ايه، نحاول نغير من المألوف شويه، يعني نجدد في كل حاجه. فاحنا ينقصنا يعني عندك مثلا البرازيل، البرازيل عندهم مهرجان بيقعد شهرين تقريبا. المهرجان اللي انتوا بتشوفوه في مهرجان البرازيل اللي بيتذاع على العالم كله ويبقى فيه موكب رهيب ماشي فيه. طب ما ده احنا في مصر ما نقدرش نعمل ده ازاي؟ ما نقدرش نعمل مثلا توت عنخ امون 8 متر محمول على عربيات ووراه نفرتيتي ووراه معابد يعني موكب كبير جدا يبقى ماشي في القاهره لمده اسبوع مثلا. كان زمان في حاجه اسمها عيد وفاء النيل، وكان في زمان عيد القربه، كل الحاجات دي مش موجوده. كل الحاجات دي بتتنقل على العالم كله، بتعرف قد ايه البلد دي فيها حضاره وثقافه. واحنا حضاره 7000 سنه، يعني ده شيء مهم جدا ان احنا نعمل حاجه زي كده متخيله. واحنا ان شاء الله اصلا بعد الكورونا. فنان زي الفنان علي رضا ومحمود رضا اللي افادوا البلد، واحنا عندنا دلوقتي فعلا فنانين ومدربين في فرقه رضا والفرقه القوميه وفي الاوبرا، عندنا ناس كبيره جدا، وعندنا الفنان وليد عوني هنا بيعمل حاجات كبيره، وعندنا مجدي صابر في الاوبرا، وعندنا بصراحه ناس. انا يمكن في ناس كان انا مش يعني يعرفونا ناس قيمة سطحيا، وقام. ولكن انا متابع جيد جدا لكل حاجه. فالمجال الاستعراضي بصراحه انا عندي فيه فكره كبيره جدا انها ممكن يدخل دخل للبلد ويدخل دخل للفنان الراقص نفسه. يعني انا اتمنى ان اصلا نبتدي نهتم تاني بالفرق الاستعراضيه والفن الاستعراضي، لان يعتبر الفن الاستعراضي ده بيندثر وبقى شيء نادر، بالظبط. وبقى ما بقاش فيه استعراضات. يعني بعد فرقه رضا الاساسيه تقريبا الفن الاستعراضي بقى في انتصار جدا جدا، والناس بتبص له للاسف بعد في احنا داخلين على القرن 21 بطريقه مش حلوه، وهو زي ما بقول لك كده بره مصر هو سفير يعني لا يقل ابدا عن المدرس وعن المحامي، هو حد مهم جدا الراقص ده. عشان كده كان يعني كان زمان الفوازير كانت اهم حاجه في رمضان، ما بقتش تعمل ليه؟ عشان بقت مكلفه كتير جدا، لان الراقصين بيبقوا يعني كل واحد فيهم شغوف انه يعمل حاجه، لكن للاسف كله ما بقاش مهتم بالموضوع. بس انا اعتقد ان في ظل وزيرة الثقافة دلوقتي بصراحة المحترمة ناس عبد الدايم، دكتورة ناس عبد الدايم، هتعمل حاجة كويسة. والدكتور أشرف زكي بصراحة أنا برضو ببعت له 100 شكر دلوقتي، والأستاذ حسني زهران مقرر الشعبة عندنا ببعت لهم كلهم 100 شكر، وهم ناس قايمة على أكمل وجه ودكتورة حاجات هاني كتير إن النابلسي شاء الله. رئيس الفرقة القومية الشعبية حاليا. طبعا 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 ده حبيبي أحلى تحية ووليد للدكتورة هاني النابلسي من أستاذي، الناس اللي علموني أنا شخصيا. ده حقيقي. ده حبيبي ودكتور مهم جدا طبعا. فأنا عايز أقول لك إن إحنا عندنا في المجال الاستعراضي نقدر نعمل حاجات كتيرة جدا حلوة وأفكار كتيرة، وإن شاء الله أنا عندي ميعاد مع الأستاذ الكبير الفنان حسني زهران مقرر الشعبة في نقابة المهن التمثيلية، عشان أعرض عليه الاقتراحات كلها. وهو بصراحة يعني كلهم منتظرين موضوع الكورونا ده ينتهي بخير يا رب على مصر وعلى العالم كله إن شاء الله. إن شاء الله. إيه هي الصعوبات اللي أنت مريت بيها يا مونجين؟ يعني ظل الخطوات والانجازات الكبيره اللي انت عملتها في سن صغير، انت الحمد بدات لله. من انت يعني منذ نعومه اظافرك زي ما بيقولوا، الحمد ايه هي لله. بقى الصعوبات اللي انت مريت بيها؟ بصراحه احنا في مصر اعتقد ما فيش حد ما مرش بصعوبات. البلد اجمل بلد في العالم، بما اني لفيت بجد بدون مبالغه، من احنا في اجمل بلد في العالم واجمل شعب في العالم. يعني انا بنتقد كل الناس اللي تقعد تقول لك الناس ليه مش لابسه كمامات، لا لا الناس كتير ممكن تتكلم على قله، في قله عندنا، لكن لما تقارنيها بكل الشعوب احنا احسن شعب في العالم بجد. و في ناس كتيره محترمه جدا، والبلد دي جميله وطالعه. انت كمان تبصي في كل حته وانا ماشي في الشوارع
في شغل، تخش على الهرم في شغل، فيه تخش على الزمالك على المهندسين. بصراحة الحكومة والبلد والناس أنا حاسس إن اللي جاي هيبقى قوي جدا، ويمكن رب ضارات نافعة. فأنا عايز أقول لك إن كل اللي فات ده التعب ده إن شاء الله لما بتنجحي ما بتحسيش خالص إنت تعبتي، لكن بحس بقيمة تعبي الحمد بالزبط. لله إن أنا تعبت علشان خاطر عرفت إن أنا أوصل بالظبط. لما أنا اختلفت شوية في كل حاجة عملتها في الاستعراض في الغنى، فالحمد لله لقيت إقبال شديد. فهو الموضوع عندنا إن إحنا نختلف في المجال الاستعراضي. بوجه كلمة لكل القائمين على المجال الاستعراضي في مصر، إحنا عايزين نختلف، عايزين حاجة زي مثلا متحف الآثار الجديد، ليه ما يقفش فيه فرقة كبيرة جدا زي فرقة رضا تعمل عرض هناك؟ الأهرام ليه ما يتوقفش فرقة زي فرقة القومية تعمل عرض يومين هناك وندخل دخل للتذكرة؟ لو ب 30 جنيه تبقى ب 35، 5 جنيه دي تعمل معاك مليون جنيه، تدي ترفع أجر الراقص وتدخل دخل للبلد. ده أنا بكلمك على إيه؟ المتحف والهرم. أنت عندك الأزهر وعندك القلعة وعندك المطار. إحنا عند المجال الاستعراضي لو استغل كويس هيدخل دخل كبير جدا لمصر أكبر مما تتخيلي. إحنا اتكلمنا عنك من دلوقتي كممثل وك يعني كراقص أو مصمم استعراضي، اتكلمنا عنك كمغني، وعايز أسمع منك أول أغنية معلش. تمام. اللي حصل أنا بعد الضربة الأخيرة السياحية، بعد الطيارة ما وقعت والسياحة وقعت باظت خالص في مصر، نزلت القاهرة وأنا أصلاً من القاهرة. فنزلت بقالي حوالي سنة ونص. فبصراحة أنا طول عمري بكتب ويعني واشيل اغاني. الناس تقول لي انت بتكتب كويس جدا وانت مطرب، وانا شايف نفسي مطرب مؤدي مش شايف نفسي مطرب. ولكن الحمد لله قدرت ان انا بمساعده اصدقاء ليا بصراحه يعني عملنا البوم قوي جدا ان شاء الله نازل قريب قوي في اغسطس اللي جاي باذن الله. وده حصري لينا على برنامج نعم استطيع وعلى قناه الصحه والجمال. البوم غناء احمد منجينو باسم فرحه كبيره. سمعني اول اغنيه معلش. هسمعك معلش. منجينو، انا بحب جدا الاغاني باللكنه السعوديه،
وبتاكل اكتر مع الشعب وبتبقى جميله جدا يعني. ايه السر بقى الاغنيه دي؟ السر ان انا فنان استعراضي، فعملت الاغاني اللي نفسي اعمل عليها استعراض، يعني بالقوه اللي انا عايز اعملها بالشكل اللي انا عملها. فعملت حاجه بورسعيدي، وعملت حاجه اسكندراني، وعملت حاجه صعيدي، وعملت حاجات رومانسيه، وعملت حاجات راب، وعملت حاجات مهرجان، لان انا شايف ان كل المجالات، يعني انا عملت توليفه ان 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 انا احاول ابقى اعجب الناس كلها، لان انا موهبتي الاولى اللي انا بحبها التمثيل. فالاستعراض فادني كتير قوي لما جيت اقدم نفسي، لان انا حلمي ابقى منير مراد، لان منير مراد فنان كبير قوي، عملاق بصراحه، يعني الواحد يعني يبقى ربعه حتى. فانا بحاول ان شاء الله، ان احلامي ان انا اعمل الفوازير، احلامي لان انا بقدر ارقص، بقدر اصمم استعراض، بقدر امثل الحمد لله، بقدر اكتب اللي انا عايزه، بقدر. فعندي الملكه الحمد لله ان اقدر اعمل حاجات كتير بفضل الله طبعا. نسمع دلوقتي اغنيه ما تسيبيني في حالي. ماشي، نسمع ما تسيبيني في حالي ومتعنا باغانيك. ماشي. خلاص مش خيالي، ما سمعتيش كلامي، عشت في كان يوماني، رحت العالم تاني، رحت العالم تاني. ما تسيبيني بحالي، ما تسيبيني بحالي، ما تسيبيني بحالي، ما تسيبيني بحالي، ما تسيبيني بحالي بقى. هسافر الغردقة، عاملة ليه مش مصدقة، وعينيك الحلوة مبرقة، كل يوم عاملة مشكلة، عايشة الدور المستحملة، وإن بتاعتي ومتبهدلة، والحقيقة مش مستحملة، ده عشانك والله وعشانك، ده عشانك والله وعشانك. ما تسيبيني بحالي، وتسببت كتير في قهري، اتكلمت كمان في ظهري، ونسيت حبك واللي صاري، كبرتيني قبل اواني، مش هسيبك انا مش ندلي، بس رجوعي ليكي مش سهل، وهفضل احبك بس بعقلي، يعمل لي حساب الغدر، ما هو مش حلفي الا كان. ما تسيبيني بحالي، ما تسيبيني بحالي، ما تسيبيني بحالي، ما تسيبيني بحالي، مش مستاهله اصلا، عرفت يا ناس اخرتها حيره وقهره ولعبه وضحكه في قلبي داريتها، وعلى ايه احسن على حاجه بايديا رميتها. من الاول حسيت اني ما بتقدرش، وقلت هداري في قلبي وعاني، واعمل اني خلاص ما اعرفش، وعمري ما كنت في لحظه اناني، عمري ما كنت في لحظه اناني. ما تسيبيني بحالي، ما تسيبيني بحالي، ما تسيبيني بحالي، ما تسيبيني بحالي، ما تسيبيني بحالي بقى. هسافر الغردقه، عامله ليه مش مصدقه، وعينيك الحلوه مبرقه، كل يوم عامله مشكله، عايشه في دور المستحمله، وان بتاعتي ومتبهدله، والحقيقه مش مستحمله، ده عشانك والله وعشاني، ده عشانك والله وعشاني. جينو، انت عامل دمج ما بين اغنيه صعيدي ومن صعيدي للراب. بالظبط، انا لسه بس راب بطريقه مختلفه، منها يعني اداء راب وفيها غنى. وعايز اقول لك ان قصة. ان انا اللي ملحن وانا اللي كاتب، يعني كمان دي مفاجاه. يعني انت بتغني وبتلحن؟ انا اللي كاتب الالبوم كله، وعندي لا معايا موزعين كتير قوي محترمين، عايز ابعت لهم الشكر هنا. اسلام ساسو، اسلام معروف قوي دلوقتي، اللي عمل بين عود البطل وبنت الجيران والحاجات دي كلها، هو اللي عامل لي حاجات كتيره جدا. ومعايا الفنان اسلام شيتوس، واحمد جمال خلف عامل اغنيه اسمها نفسي امثل، نازله قريب على كل السوشيال ميديا، جامده جدا، اسمها نفسي امثل. وخايف انسى حد، معايا مجموعه جميله دلوقتي بصراحه. جينو، صور ليك دلوقتي ظاهرة على الشاشه. دي صورتك وانت فنان استعراضي في الراس. طب نسمع الاغنيه الثانيه، ليلى، وفاجئنا بيها بقى زي ما كل اغنيه بتفاجئني بالاب. ماشي، ليلى حاجه ثانيه خالص. بالظبط، هي بنت بدور عليها في كل محافظه، يعني ان شاء الله الفيديو كليب بتاعها كده ان شاء الله هتشوفوه قريب قوي باذن الله.
نسمع أغنية ليلى. ليلى 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 هي فعلا ليلى والنجوم حوالينا نورها ضيع لينا سر من الأسرار حب جاني في وقته قلبي شاغل وقته كان علي ونزلته لما جالي دوار ماله 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 ارقص يلا معايا وغني خليك جنبي وقرب مني تشغلني يا روحي ما تشغلني ما انا ما انا ما انا ما انا قلبي هواك علي الضحكة وزود فيها حس بنشوتها ومعانيها ونسامح بعض نعديها ما انا ما انا ما انا ما انا قلبي معاك ماله 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 هي هظبط لك كل هاتها خليها تولع نار سكة وياك ومشيتها في هواك علتها والقلب ملكها لما جه واختار ماله 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 رسمك صورة وحي خيالي صورتك على طول كده قدامي والحيرة في حبك شغلاني من على كده يقدر عشقك دايما بيحليني صوتك على طول بيعليني فرحي وضحكي وكل أنيني وعشان شان كده كده بسهر ليلة هي فعلا ليلة سهرة والنجوم حوالينا شمعة نورها ضيع لينا سر من الأسرار أيوة حب جاني في وقته قلبي شاغل وقته كان علي ونزلته لما جالي دوار ماله 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 هي جينو يعني الاغاني متنوعه جدا من صعيدي راب لاغاني عاديه رومانسيه انت فكرتني باغاني هشام عباس بتاع زمان الحمد لله ربنا بجد حلوه جدا جدا وانا عارف كمان انك شاعر يعني انا عايزك تسمعني بقى حاجه بصوتك وبعدها هنسمع اغنيه رساله تمام هسمعك شعر وهسمعك اغنيه كده بسيطه بمناسبه اللي احنا فيه للفنان محمد قنديل تمام أنا كاتب حاجة اسمها طالما أخدتها طالما أخدتها استحمل ذنبها طالما أخدتها استحمل ذلها ما تقولش تاني إنك مش ناوي ترجع لها عمال بتحرق فيها وكأنك منها وساعات تتعي بيها بحلاوة شكلها ولما بتخلص منك بتبدل بختها هتفوق يا صاحبي إمتى وتقوم من وهمها بتبيع الدنيا بحالها من إيه؟ من أجلها والصحة جابت أجلها بإيديك ضيعتها هي بتلزق في إيدك ولا أنت لزقتها ما تبص لسيد سيدك شاطته برجلها أصحاب السوق بشوق خلوك ركبتها القصد جابوك لفوق وعلينا عشتها أنا عارف إنك ذوق بس أنت صاحبتها ومشيت وراها طريق وكأنك ابنها خد حكمة من صديق وفي أي حتة وفي وشها في هي لو عشت عادي وبعدت عنها هيقولوا خنتها هيقولوا فرقتها صورك هتملك جرايد ويقولوا ذبحتها ما تفكك يا ابني منها انا عارف اصلها
ونصيحة مني بحب من صاحب عنده قلب، اوعى تفرط في رئتك وترجع تبكي وتدعي هات واحدة تاني يا رب زي اللي خلقتها، يبقى طالما أخدتها استحمل ذلها. علبة السجاير. بجد دي النصيحة للشباب ان هم يبطلوا سجاير. بحاول ان انا اعمل اي حاجة فيها هدف، مش بكتب كده وخلاص يعني. انا بعتذر لك جدا عشان وقت الحلقة، فاحنا مش هنلحق ناخد اغنية رسالة. بس هو كادو مننا ليك وهدى حصري من مونجينو ان شاء الله لبرنامج نعم استطيع ولقناة الصحة وجمال برومو الالبوم الخاص بيه. فرحة كبيرة هيكون معانا في الفاصل ان شاء الله. في نهاية الفقرة أحب أقول لكم مونجينو هو أكتر مثال شاب يقول لكم أكون أو لا أكون، منذ نعومة أظافره وهو صمم إن هو يكون وحارب الصعاب لحد ما هيوصل لحلمه. أوريدي وصل يعني، أوريدي بقى الحمد لله ما شاء الله عليه حاجة حاجة كبيرة وما شاء الله. أحب أقول لكم لازم تتمسكوا بإرادتكم، ولازم يبقى عندكم تفاؤل، ولازم يبقى فيه بهجة. حبوا الحياة هتحبكم. كانت معاكم رحاب زيدان، والفقرة اللي بعدي إن شاء الله هكون معاكم زميلتي ندى بسيوني. باي باي.